بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نقدم لكم تحية تربوية، نشكركم على الحضور ديالنا بالنيابة على الأعضاء منظمة الصليب الوطنية فرع زايو. نبدا درنا لهم السيرة باش خدمتهم إن شاء الله هذه السنة هذه، اللي نتمنى تكون دازت بالأفراح والمسرات، وإن شاء الله نتمناو سنة 2014 إن شاء الله تكون متميزة. ولهذا نتمنى أن الأمسية تعجبكم، وشكرا مجددا للحضور ديالكم وتحية تربوية. البشر كل أشد من الحجر والشمس.
وانا
تبعها. قلت لها انت يا الحليب، انت يا اللبن، انت يا الزبده، وقولي بكرا وصافي. ما أحلم الله عنك
الطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب في ذا اليوم يلقاني، واشتد نزعي وصار الموت يشتمني من كل رق بلا رفق ولا هول. Yeah.
تكونوا معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مواهب والنجوم. اليوم غنستضيفوا ثلاث مواهب اللي هما معروفين على الساحة الوطنية ومعروفين على المستوى العالمي. غادي نناديو على المواهب الشيخة طابو، الشيخة حادة، الشيخة الشابة بقية. كتفضلوا معنا اليوم معنا الأستاذ الكريم الذي يكون في اللجنة، الأستاذ حسام الرقاصي، هو الذي يكون يختار لنا المواهب الفائزة. كنناديو على الأستاذ حسام الرقاصي، تفضل معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ حسن، الله يبارك فيك. نعم اسي، الله نهار كبير اسي. نرفض وجودكم معنا. نعم اسي. شيخ حسن، اول شيء غادي نقدمه هو كنت عن جد على جد ولا اسم الشهرة ولا شي حاجة؟ لا، هذا الرقاصي راه تاريخ. تاريخ؟ انا بن عن جد. بن عن جد؟ الله يبارك فيك. سيدي مزيان. الله يبارك فيك. اليوم نستضيفوك وكنتمناو الجمهور شي فقرة سي حسن الرقاصي. إلى بديو المسابقة. الله يبارك. بديو على بركة. غادي نناديو على الشابة رقية. كتلبو دي جي داك الموسيقى. مازال دي جي. السلام عليكم. الشيخة. نشوفو هاد الشابة رقية. الشيخة طامو بنت تفضل معنا. الشيخة طامو السلام عليكم. اليوم جيتي تشاركي معنا في المسابقة وقيلا. وهاديك الشيء اللي قال لنا وليدي. هضر بالخير، هضر بالجد. اسمعي تقدمي لنا اليوم. تبارك الله. الشيخة طامو نسولك. شحال لك من عام؟ وليدي نقول لك ديك 18. واو، وما بيناش عليك. بين عندك ديك 14 15 عام ولا ما وصلاتش. نطلبوا سيدي تجي لك الموسيقى شغل مهمة. دابا غنستضيفو الشيخة النجمية. الشيخة النجمية تفضلي معانا. الشيخة النجمية ماشي صعب. هذا غير الجمهور جاي يشجع. الجمهور فين راني انا وليدي؟ راكي فا ما نعرف فين فين. راكي في دار الشعب يتشارك في الموهبة. برنامج تاع المواهب راكي دابا في المباشر على القناة اعطي مواهب ما كانش. دابا راجل شوف فيا ولا حرام. انا عارف داكشي شغلك. المهم عندك شي مهمة تقدمي انا اليوم والله. عندي. واشنو عندك؟ عندي شوية. اشنو هو؟ مواهب. بحال شي مواهب في يديك. المواهب وانا عندي المواهب. اخ شي فقية. عندك شي وليدة تشير فيا عندك شي. داك مازال ما رجعك. مازال عادي. الحمام واش الحمام بحال فروجو؟ دخول بحال فروجو. انا قالوا لك شي بعيد ما تفرجش تولي. هادشي بعيد في الدور. ها
الشيخه اسمع الشيخه طامو الشيخه حاجه تفضلوا معانا لا والو تبارك الله زعما عظمة على عظمة قال السي حسن القاسي راه ما يبانش ما كيبانش المشكل يا خويا هذا ماشي السي حسن القاسي تبقى فوتوهم كاملين عفوا نبداو انا واخا نبداو الشيخة حدا اجا الشيخة حدا ما كتبريماش هذيك راه الشيخة حدا الشيخة حدا ناقصة شوية موهبة ولكن ما عليهاش تفوتو هاد الدنيا هادي والشيخة النجمية اللي عظمة 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 على عظمة على عظمة إذا أنا شكرا لك وليدي شكرا لك إذا دخول الصلاة يقولوها وباص وحرنا معاكم وعينا مدوراش يدير فلوس غير كدها وما تلاقيناش ما تلاقيناش الله يجزيك وشكرا البداية ديالك فنية فهم البداية أولا في 11 كنا بدينا انا والاخ الكفرو اللي حاضر معنا هنايا كانت بدايه بسيطه كطفره حتى حاجه كيتسيال حاجه بهذه مستوى غادي كيتطور وكاين دراري جداد اللي معنا وكاين اخ سعيد باطل الاحسن اللي حاضر معنا وان شاء الله تلقى البوم جديد حياة الدب الاغنيه الاولى سميتها حياة الدب فقط دابا شي شهر وقيله لقات اقبال كبير وان شاء الله رانا حنايا في اعداد وش كليبات انا والاخ سعيد حياه الويل والنصيحه غادي يكون ان شاء الله بعد الشهر واحد وشهر جوج غادي يكون ان شاء الله جديد كاين شي جديد هذا يعني واش كاين شي جديد مع سعيد ولا مع شي اغاني شي فنان اخر الحمد لله الى كاين واحد الاغاني كاين كيما نقولوا البوم كامل انا الاخ سعيد سميتو اباطرة الاحزان اباطرة الاحزان غادي يكون كلشي على المواضيع الحزينة اللي كنعيشوها حنايا كشباب واي معاناة كان غادي نكونوا اي تيتر نتاعو وهذا هو الجديد نتاعو شكرا شكرا واتمنى Thank you.
champ de Paul, suivi de la danse de Tiens Quentin. 1, 2, 3, 4. Champ de Paul, champ de Paul, champ de Paul. Champ de Paul, champ de Paul, champ de Paul. Champ de Paul, champ de Paul, champ de Paul. Champ de Paul, champ de Paul, champ de Paul. Tiens Quentin, Tiens Quentin. Après Champ de Paul et Tiens Quentin, tu reprends ta corde à sauter. D'accord? 1, 2, 3, 4. Corde à sauter. On a quelque chose pour toi. فليتقدم شاب راي مساوي. اوه وين اللي خلص مسوسي؟ العز خويا Oh,
الذي قام بتصميم هذه الأمسية الثقافية، فليتفضل سيد حسن عندي مع توزيع شواهد للحضور. بعض الشواهد التحضيرية للمشاركين وشكرا. أول مشارك سعيد قدوري شرفت عليهم. الشهادة هذه غادي يقدمها له رئيس جمعية شباب الريف بزايد.